مرحب وحياكم الله. فقرة تحليل الأسماء، كل إنسانة اسمها مروة بتاء مربوطة في آخر اسمها، إنسانة عملية تحب اللي يتكلم بالمنطق، تصلح دائما للأعمال الإدارية والقيادية، عندها قدرة على الإدارة بشكل ممتاز. إنسانة قد تجد خصومات في من حولها بدون أي افتعال منها. إنسانة تحب الفن بشكل كبير. إنسانة صلبة، عندها إصرار على الشيء اللي تريده. قد تصل بإصرارها وعنادها إلى مرحلة التسلط. إنسانة ذكية ولماحة وشديدة الانتباه. تحب تعيش حريتها وما تقبل حد يضطهدها أو يضبطها. عندها تمرد على الأشياء اللي حولها، سواء الفكرية، العادات، الأشياء اللي موجودة عندها. إنسانة تحب دائما أو تميل دائما إلى الإيجابية. إنسانة تحب تدخل في كل شيء، بس ما تحب الخسارة ولا تحب الفقد ولا تحب أنها يعني تكون خسرانة في شيء معين. إنسانة ما عندها مرونة كثير وتحتاج إلى المرونة في التعامل، إلا إذا تعلمت ممكن تكون عندها مرونة. إنسانة قائدة بالفطرة، إنسانة يعتمد عليها، إنسانة قد تكون لاذعة في الانتقال.